Tu trouves pas sinon nada. من أكثر التجارب اللي مشتطة أجربهم في فيتنام تجربة باص النوم. وعلى فكرة في فيتنام عندكم خيارات سفر وايد مثل الباص، القطار، الطيارة، السيارة وغيرها، ولكن في مناطق ما يكون فيها مطارات، لذلك أقترح عليكم باص النوم أو قطار النوم. فكرة باص النوم مع بعض، خطوة تسوونها قبل لا تدخلون الباص وعطيكم داخل الكيس، بعدها وانت تدخلون الباص. هو الباص ترى هذه غرفتي أو هذه كبيتي. عندنا تلفزيون، عندنا بطل ماي، مكيف حق كل سرير، عندنا ريموت مساج، وعندنا سماعة، وكذلك الشحن. الأهم من كل هذا عندنا ستارة وقت النوم. ترى المنظر فوق أشوف نفسي. في أكثر من نوع من باصات النوم، أفضل شيء أقترح لكم باص الفي آي بي لأنه أوسع وفي خصوصية وتقدرون تسكرون الستارة، وايد أفضل وأوسع، كذلك السعر جدا ممتاز، حوالي $20 إلى $25 على حسب الموسم والموقع اللي حجزتوا من خلاله، ولكن أنتم مجرد ما تكتبون بالبحث باص النوم في فيتنام راح تطلع لكم العديد من الخيارات. أطلع من الفندق قلت لهم إن أنا بسوي تشيك أوت مبكر وسووا لي ريوق، فأعطوني ريوق كذي جاهز. كانت تجربة حقيقية وظلمة، فاسمه سليب، سكروا الدريشة وناموا. ما أقدر أسكر الليت. تيرا، أقدر أفتح الليت. تيرا، شو هذا؟ شو قاعدة بالفضاء؟ هالباص يعتبر واحد من أفضل وسائل النقل في فيتنام، لأنه في وايد مسافات طويلة من منطقة للثانية، مثل ما ذكرت لكم إنه مو كل مكان فيه مطار، والحلو إنك تقدر توصل وجهتك وأنت مرتاح ونايم ورفرش، لأن عندكم وايد خدمات داخل الباص، يعني مثل ما ذكرت لكم إنه في تلفزيون وكذلك في شحن الوصلات وتكرمون حمام، وكذلك يوقف محطة واحدة عشان تريحون رفرشمنت تشترون شيء وتكملون. تجربة قطار النوم مع بعض خلصت رحلتنا. الخطة الرئيسية في باص صغير يوديكم فندقكم، يعني هذه الخدمة شاملة نفس الباص، يعني الحين وصلنا المنطقة اللي اسمها سابا، تركبون هذا صغير يوديكم فندقكم.